السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن أفضل لقطات حدثت في 2019. تابعوا معنا لآخر الفيديو، ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. رقم 1. هذا القنفذ الغريب والذي ولد بدون أي أشواك تذكر، فهو يشبه الأنواع الإسفنجية. رقم 2. هذا الخلد الغريب الذي يصدر أصواتا غريبة، يظن العلماء أنه يصدرها عند البحث عن طعامه من الديدان. رقم 3. هذا الفيل الذكي الذي يجمع القمامة ويصر على وضعها في سلة المهملات. رقم 4. هذا الضفدع الصغير الذي يهاجم كما لو كان حيوانا مفترسا. رقم 5. هذا الطائر الذي يرقص مبتهجا ولا أحد يعلم ما سبب هذا الرقص. رقم 6. اختبأ هذا الفأر الصغير من هذا القط الذي ظل يبحث كثيرا عنه، وهو متأكد من حاسة الشم أنه هنا ولكنه لا يراه أبدا. رقم 7. هذا الغلام المسكين الذي يلتقط الكرات، ولكنه اصطدم بالحائط صدمة شديدة. رقم 8. هذا الكلب النشيط الذي يحمل الأخشاب كما لو كان عاملا قويا. رقم 9. هذا الغلام الصغير الذي ينظر ويتمعن في هذه الفتاة. رقم 10. هذه النخلة التي أصابها رياح شيطانية وكادت أن تسقط. رقم 11. هذا الضفدع غريب الشكل الذي يصرخ كما لو كان أفعى. رقم 12. هذا السكين الذي بدا أنه يقطع الكنزي وأكياس الشيبسي، ولكنه في الحقيقة كيك على شكل كنزي وكيس شيبسي. رقم 13. هذا الرجل الذي ينزل على السلم المتحرك، ولكنه اختفى داخل السلم، وطبعا أكيد أن هذا المشهد غير حقيقي. رقم 14. سباق الدراجات وهذا المغامر الذي طار فوقهم من الأعلى بدراجته. رقم 15. حيوان الفقمة الذي يصدر أصواتا غريبة كما لو كان يريد أن يقول شيئا. رقم 16. هذه الديدان الغريبة الشفافة التي يظهر منها الشعيرات الغذائية الداخلية. رقم 17. هذه اللاعبة التي سقط المضرب من يدها للخلف بطريقة غريبة. Another look. Great forehand from Brody. Chuck of the racket. رقم 18. رقم 19.
رقم 20. شكرا للمشاهدة أعزائي المشاهدين، ونرجو دعم قناتنا بالاشتراك وتدوين ملاحظاتكم في التعليقات، فنحن في انتظار ملاحظاتكم لتطوير القناة وإنشاء المزيد من هذه الفيديوهات.